السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياي فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو اوريدي انا سجلته من جهاز الاكس بوكس 1 باستخدام قطعة الايفر ميديا، وتعالوا خلونا نلعب لعبة تايتن فول. طبعا اوريدي هذا كومنتري فيديو، طبعا انا بعطيكم تجربتي عن لعبة تايتن فول وانطباعي عن لعبة تايتن فول. شيء عجيب وخيالي صراحة، يعني ما توقعت الناس اللي سووا لعبة Call of Duty أو أوجدوا لعبة Call of Duty يسوون يعني أحسن. أعتقد أن ردوا اعتبارهم بالشغلة هذه. عموما الجيم بلاي هذا ممتاز، جدا جدا ممتاز، استمتعت فيه حيل، ذبحت فيه ناس واجد. أعتقد ما ذبحت فيه تايتن ولا تايتن أعتقد، ولكن ساهمت يعني في تايتن أسيستن أعتقد كذي. فمثل ما تشوفون هذه هي اللعبة، هذا هو الجرافيكس، كله هذا مسجل عن طريق جهاز الاكس بوكس 1، وفعلا الكواليتي فيه ممتاز. وتشوفون البينج صفر، يعني صفر ولكن اقدر اذبح، عرفت شلون؟ يعني مو ما اذبح، اقدر اذبح. اعتقد ان كلنا متساوين، يعني ما ادري شلون، بس ولكن انا ما اشوف يعني في لاج او في شيء. بس عموما يعني خلوني اقول لكم شغلة عن لعبة تايتن فول. تايتن فول هي تجربة مثالية صراحة، يعني تجربة موت بلاير مثالية صراحة. اللي يحط ايده على جهاز اكس بوكس 1 او عنده كمبيوتر او بينطر نسخة الاكس بوكس 360 فراح يستمتع باللعبة هذه، راح يحس فيها الشيء. طبعا تعرفون يعني سلسلة كول اوف ديوتي وبعض الالعاب تنرفز، عرفت شلون؟ بالموت بلاير يعني سواء فزت او خسرت تحس بنرفزة، لا هذا تحس انك شنو في تحدي، في شيء قاعد تسوي شيء، عرفت شلون؟ يعني سواء انك خسرت او فزت حسيت انك سويت شيء، لو انك خسران راح تحس انك منحاش، يعني فلت بجلدك، عرفت شلون؟ يعني خلاص خسرت ما فيها روح وتعال، اوريدي انت وربعك تحاولون تنحاشون المكان اللي هو نقطة الإخلاء، تجي مركبة وتشيلكم، فتحاولون قد ما تقدرون تحافظون على حياتكم على أساس إنكم تنحاشون، وطبعاً لأن حشتوا يعطونكم بوينت، فهذا شيء حلو. هذا جاني ما أدري شنو كان يبي بالضبط، سوى رفسة البوريسلي أعتقد. فعلاً يعني أنا، أنتم يمكن تشوفون هذا من خلال الكمبيوتر، أنا أنصحكم تشوفونه بالتلفزيون 60 فريم. وطبعا انا قاعد اتشيك على التلفزيون، اطق تقريبا انفورميشن عن البكتشر يعطيني 1080 بي. انا ما ادري كم يعني الريزولوشن او الكواليتي حق اللعبه بالاساس، بس اللي قاعد اشوفه يعني اللي انا قاعد اشوفه جوده ممتازه صراحه. ومثل ما تكلمت بحلقه الايلوج اللي طاف، لا يهمكم سالفه 1080 بي 720 بي، اعتقد انكم تحصلون الحلقه هذه اسمها لا تتاملون خير بالجيل القادم. وفعلا اهم شيء انك تستمتع بلعبه مثل اللعبه هذه، سواء كان عندك بي سي او سواء كان عندك اكس بوكس 360 او اكس بوكس 1. ومثل ما تشوفون هذا انا قاعد تهاوش ويا تايتن. على فكره يعني سالفه التايتن هني عجبتني حيل صراحه، شلون تسوق الالي وتحس يعني انك قاعد تعطي سبورت حق الفريق. وعلى على فكره يعني يمكن تقريبا 12 ضد 12، هذه هي 12 ضد 12، ما فيها يعني اكثر من كذي. فاللي قاعدين تشوفونهم في بعضهم كمبيوترات وفي بعضهم لاعبين، يعني انا امشي واذبح. اعتقد انه كان في لاعب فوق اللي ذبحته هذاك، ما ادري اذا يبين اسمه الحين هني ولا لا، خلينا نشوف. اي نعم اسمه كيل باي كيلد بيت بوي اعتقد اسمه كذي. هذا واحد ويا تايتن. الجيم بلاي نوعا ما يعني ميكانيكية اللعبة ماشية، صدقوني ميكانيكية اللعبة ماشية، ما ادري شلون ميكانيكيتهم او فكرتهم، ولكن انا انسان احب اني اسوق الي، احب اني اشوف عندي الجندي مثل حشرة كذي صغير، يا اني اذبحه يا اني ادوس عليه، عندي خيارات متعددة. ولكن الجندي هذا كذلك يخوف، متعلق عليك وسبب لك أزمة. هني أعتقد إني طلعت الدامج كور، هي هذا الدامج كور أساس يعطيني، كنت بشيك ما في لاعب داخل، يعني كذا مرة أطلع لاعبين من داخل قبل ينفجر التايتن، أروح أطلع
اللاعب اسحب السحبه من التايتن مالي. فطبعا اذا تبون راي عن كنترول الاكس بوكس 1 ومتناسب حيل عموما يعني طبعا حق الناس اللي يحبون سوني اللعبه ما راح تكون حصريه الابد على الاكس بوكس 1. طبعا اوريدي شركه اي اي بتخليها مالتي بلاتفورم، شافت يعني ان الوضع هذا فيه حلب فلوس وتبي تحلب فلوس، بس الحمد لله انه ما دخل فيه سالفه مايكرو ترانزاكشن، ما دخل فيه سالفه هذا. انا عارف فريق فريق ريسبون انترتينمنت هم اعتقد ما راح يسوون كذي، لان اسمعوا كلام الناس وهم يسمعون كلام الناس يعني بشكل متكرر. طبعا يحبون ياخذون فيدباك، هم مو ضد اللاعبين طبعا، يعني مو نفس بعض المطورين هني قاعد نتهاوش بوكسات، يعني في بعض المطورين ما يسمعون وفي بعض المطورين طبعا يحطون قوانين صارمه، ما يبون اللعبه تنزل على اليوتيوب، ما يبون طبعا الناس يعني تبلش فيها لا كانت مسربه ولا شيء يعني غيرهم. يعني انا قعدت اتابع اخبارهم اول باول، فريق ريسبون انترتينمنت شكله يعني الوضع عنده عادي، مو نفس باقي المطورين الخبول اللي يقول لا اللعبه المسربه ما حد يلعبها، اذا لعبها باند وكذي، يعني من السوالف هذه. بس بالاول والاخير لعبه تايتن فول شيء عجيب صراحه، شيء عجيب. وفعلا كذلك كنترول الاكس بوكس بعد يساعد يعني على امكانيه يعني خصوصا حق العاب الاف بي اس، عرفت شلون؟ في العاب واجد ان شاء الله انا بعطيكم انطباعي عنها، ولكن بالاهم انا احب اتكلم عن اللعبه هذا الهم بعد ذبحته هذا اعتقد هونير اسمه، هونير كذي 123 هونير اعتقد كذي اسمه كذي. فعلا اللعبه شيء جميل وشيء عجيب صراحة. أنا شلون نظامي مع اللعبة؟ طبعًا أنا ما أحب أدمن، يعني مو نفس قبل ما أبي أدمن ألعاب FPS، أخاف أدمن ألعاب FPS تضيع علي ألعاب واجد، يعني في ألعاب واجد أنا الحين يعني راسمها ببالي سواء على البلاي ستيشن سواء على الإكس بوكس 1 سواء على الويو، ما أبي أضيع ولا لعبة، لأن شنو هذه اللعبة أخذها بوقت متى ما حسيت. يعني على سبيل المثال أنا قاعد ألعب Dead Rising، حسيت ابتعب، حسيت اني خلصت مهمتين، مهمة سايكو، مهمة كذي، اروح اريح شوية العب مع لعبة تايتن فول، اسمي هذه لعبة الاسترخاء. عجيب صراحة اللعبة هذه، اقدر اسميها لعبة الاسترخاء او وقت اذا خلصت يعني بعض الالعاب كذي تستمتع انت وربعك وتلعب انت وربعك، تجمع تقريبا اربعة من ربعك، تشكل فريق وتروح تلعب وتستمتع. هذا كذلك لاعب هني ذبحته، طبعا يبيلي باللعبه يعني وقت، يبيلي العب فيها، يبيلي اتعلم فيها اشياء، يبيلي اسوي انلوك، وهني ما ادري شلون مت لا حد يسالني، جاني وداسني من ورا هذا، ما انتبهت الا بالريبلاي يعني تقريبا، شوف داسني وتوكل على الله. هذا اللي كذي شوفوا يعني والله العظيم انا بقول لكم شغله، تاخذون اللعبه هذه تلعبونها على سعه بال وتحدي وحماس يكون شيء يعني فعلا شيء بمعنى الكلمه شيء منطقي صراحه. اذا سويتوا الشيء هذا اكون شاكر لكم، اذا سويتوا الشيء هذا اعطيتوا نفسكم راحه استرخاء او يعني وقت استرخاء بعد ما تخلصون من رايز ديد رايزنج كيلر انستينكس، العبوا اللعبه هذه فقط ربع ساعه ونص ساعه كذي، راح او تلعبوا لكم كذي ثلاث جيمات او ثلاث جيام كذي تلعبون وتستانسون. هني قاعد تاوش يا تايتن، طبعا يعطونك سلاح مضاد حق التايتن، اوريدي التايتن هني ذبحني، اعتقد انه اعطوني تايتن هني، اعتقد انه اعطوني تايتن، اي نعم. احلى شيء انك تنزل التايتن باي مكان وطبعا يصير عليه شيلد، ما حد يقدر يقرب له او احد يعني يقدر يدش بالتايتن نفسه، وتقدر تخلي التايتن يروح يسرح من كيفه، يروح يذبح ويجي، بس انت ما تبي تضيع عليك الفرصه هذه، لان التايتن فيه له وقت ريسبون، وفي واحد فوق هني منخش قاعد اهد عليه صواريخ، اعتقد مو راضي يطلع، اعتقد ان القاله جحر ينخش فيه. كنت افكر اقط نفسي هني واروح اجي، بس قلت ما ابي اجازف، خلني اتم ويا ربعي على اساس انه خلاص ما بقى شيء ويخلص الجيم. فعلا يعني الحين راح تعرفون شنو نقطة الإخلاء
او يعني خلاص اذا الفريق الثاني بينسحب. طبعا احنا فزنا وسيطرنا على المكان هذا، الحين جاء دور الفريق الثاني اللي خسروا، جاء دور بالهروب طبعا، انهم ينحاشون ويسلمون على جلدهم، وكذلك يقدرون يستدعون تايتن. طبعا انا اوريدي مثل ما تشوفون بالماب ان مكان الاخلاء هني، قلت منتظر ورا كذي اخاف تجي المركبه، كذلك تقدر تدمر مركبتهم، بس مركبتهم تاخذ رصاص واجد. عموما شوفوا بالاول والاخير انا اقول لكم ان لعبه تايتن فول نار. في بعض الناس عندهم اكس بوكس 1 واستمتعوا فيها، في بعض الناس يشككون بمدى يعني صلابه اللعبه او مدى يعني جوده اللعبه، اللعبه جدا 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 جباره. واذا يعني اذا عندك بي سي قوي ومن تشاري جهاز اكس بوكس لا تطوفك اللعبه هذه، واذا عندك اذا تبي تشتري جهاز اكس بوكس 1 اخذ اللعبه هذه، واذا عندك جهاز اكس بوكس 360 اصبر لشهر 4 ولايك سبسكرايب وقولوا لي اذا تبون زياده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علق لساني اخر شيء.